السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بعد نسبة المصابين لهذا اليوم 355، والله العظيم إنها نسبة مرعبة ومخيفة، نسبة قاتلة. ما توقعنا في يوم من الأيام إنه ممكن نوصل لهذه النسبة في يوم واحد. إحنا مسلمين، ودامنا مسلمين ملزومين بطاعة ولي الأمر، وقبل ولي الأمر ملزومين بالأخذ بالكتاب والسنة. الله قال في القرآن الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا أمر مو رجاء، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إحنا لقينا، كوننا ما أطعنا ولي الأمر، الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. هذا أمر ثاني وأمر مهم. وفي أمر آخر، هذا الصحابي عقبة بن عامر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ من نجا؟ ما هي النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ليسعك بيتك يا ناس، الأمر ما هو هين، الأمر ما هو سهل. في ناس يتحدوا العالم، ويتحدوا الأوامر، ويتحدوا التعليمات والأنظمة، ويتحدوا أهلهم. أجلس في بيتك، أجلس في بيتك هي فترة. يعني إيش الأرجح، إني أروح أقضي ولا أروح أصلي؟ ما هو الأهم عندنا؟ ومع ذلك تم عزل الصلاة في المساجد عشانك أنت، خوفا على صحتك أنت وعلى أهلك. تقوم أنت تتحدى؟ عزلت الصلاة وعزلت الجماعة في المساجد من أجل صحتك، بقرار من هيئة كبار العلماء، من أجل صحتك أنت. يا أخي تبغى تمرض، أمرض لوحدك، بس الأمر ما هو في يدك. الأمر أنك أنت لو لا سمح الله صار فيك شيء، حتنقل الوباء للآخرين. فيا أخي الناس أرواحهم ما هي رخيصة، ده أنت روحك رخيصة عندك، أرواح الناس غالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لبدنك عليك حق. أنت محاسب على إهمالك لصحتك، محاسب. لا تأخذ الأمر ببساطة، لا تتحدى الله سبحانه وتعالى بخروجك. أنا بتحدى، أنا وأصور وأفعل وهذا، وكأنه الأمر بسيط. لا، الأمر ما هو بسيط. أنت شايف أعداد الموتى في العالم بسبب هذه الجائحة ولا ما أنت شايفه؟ أجلس في بيتك، بيتك في عائلة، في ناس، ما أنت قاعد في منطقة مهجورة، أنت في صومعة لوحدك، في عائلة معاك، في شباب، في بنات، في أم، في أب، في أطفال، في أجلس مع بعض، أعمل فعاليات في البيت، ولا لازم الخرجة؟ لازم الخرجة. إيش استفدت من خرجتك؟ ماذا استفادت المملكة العربية السعودية والعالم من الخروج؟ ماذا استفادوا؟ غير زيادة في عدد المصابين ونقل الوباء لآخرين. ما توقعنا ولا واحد في المليون إنه ممكن يوصل عدد الإصابات عندنا في يوم واحد 355 حالة. عدد كبير، عدد مرعب، رقم صعب. وهذا السبب، أنت السبب وأنا وكل شخص يتحدى الأنظمة هو سبب في هذا الأمر. والله أكاد أقول إننا البلد الوحيد، والعلم عند الله، اللي الأدوية تجيك لحد بيتك وبالمجان. أطلب من مرسول اللي تبغاه من أي مكان يجيك للبيت. تبغى أكل، تبغى شرب، أطلب يجيك. إيش تبغى أكثر من كذا؟ هذه الرفاهية بأم عينها، إني أنا أقعد في بيتي ويجيني كل شيء عندي. هذا هو الرفاهية اللي محروم منها كثير من دول العالم. شوف نسبة الوفيات في أمريكا والإصابات في أمريكا وأوروبا وغيرها، كله بسبب الاستهتار. لحقهم، والله راح يجي علينا يوم أقسم بالله لنعض الأرض بسبب إهمالنا للتعليمات والأنظمة. والله العظيم نبكي دم، ما حنلاقي جهاز تنفس، ما حنلاقي سرير فاضي في المستشفى كما حدث في الدول الأخرى.
تخيل بسبب إهمالك وإهمالي وإهمالك أختي، تخيلوا إننا وصلنا لمرحلة أعداد مهولة، ما عاد في أماكن في المستشفيات، ما عاد في أسرة، ما عاد في أجهزة، ونشوف زي ما شفنا في دول أوروبا الناس على الأرض. تتوقع أنه ما حنوصل لهذه المرحلة إذا ما تجاوبنا وأطعنا ولي الأمر؟ تتوقع ما حنوصل؟ إلا والله بنوصل، وبنوصل أخص منا. الآن في مقدرة، في قدرة إننا يعني نتدارك ما يمكن إدراكه، لكن لو هاولنا أكثر من كذا لا، الأمر بيصير خطير ومرعب. وقتها والله لا حتسامح نفسك ولا حسامح نفسي ولا حتسامح نفسك، لأنه إحنا كنا السبب. الآن عندنا القدرة ندرك ما يمكن إدراكه، نتعاون ونجلس في بيتنا. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول وأنت مسؤولة وأنا مسؤول، إذن كلنا مسؤول، وهذا هو شعار ولاة الأمر، كلنا مسؤول. دامي أنا مسؤول، مسؤول عن نفسي وعن رعيتي، إذن أنا أحافظ على نفسي ورعيتي، ما أعرضهم للخطر، لأنه هذا أمر إلهي وأمر نبوي شريف وأمر من ولي الأمر. كوني أنا أعصي ولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى، فأنا لست بمسلم. كلنا مسؤول، تذكروا هذه القاعدة، كلنا مسؤول. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبعد عنا الأمراض والوباء، وأن يزيح هذه الغمة عاجلا غير آجل. آمين يا رب.